الشرق الكبير دمار الزهراء بعد عناء كبير تستاهلون هذا اليوم الافتتاح والملعب. بدايه بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والشكر. مباراه كانت جميله، حصلنا على 3 نقاط وشغله ثانيه الملعب بعد 11 سنه بعد معاناه. مبروك الجمهور الزهراء اللي هذا الملعب الجميل يستاهلونه. صح نسبة الدخول 16 أو 17 ألف قليلة، الزوراء يستحق 100-120، الحمد لله والشكر. ملعب جميل، نشكر وزارة الشباب والرياضة، نشكر من جاسم محمد جعفر إلى عبد الحسين عرطان إلى أحمد رياض إلى الأنجز المهمة اللي كملها اللي خذ 100 على 100 كجماهير الزوراء. عدنان درجال البطل، نشكره. ألف ألف مبروك للنادي الزورائي وإن شاء الله أكثر وأكثر. مبارك الجمهور الزوراء، وأخيرا تحقق هذا الحلم وانفتح الملعب. 10 سنين إحنا ننتظر هذه المناسبة، حفل بسيط يعني، بس هي الفكرة إنه الملعب افتتح ورجع الفريق يلعب على ملعبه، وإن شاء الله مزيد من الانتصارات ويرجع الزوراء لمنصات التتويج إن شاء الله. كابتن شكرا لكم على هذه الحملة، تنظيف الملعب بعد المباراة. يمكن هذا اليوم بيتكم ملعب. طبعا أكو واحد ما يضب بيته، خلينا نحكي واقع. تزبل بيتك أنت؟ ماكو واحد يزبل بيته. أنا إذا زبل بيت أشيل زبالتي. رسالتك إلى الجمهور في الحفاظ على هذا الملعب. لا، كل من الملعب، كل من تتبع تربيته أو حبه للشعار. إحنا نحب الزوراء، هذا ملعبنا، لازم ننظفه. احنا نطالب يعني بالوزاره، وزاره عدنان درجال يفتح باقي الملاعب، مثلا لنادي الشرطه، نادي الجويه، يشوف جماليه كره القدم مثل ما جاي يشوف جماليه كره القدم بالملاعب، جمهور النادي، جمهور مثلا نادي الجويه، الشرطه، ان شاء الله نشوف الافضل. شكرا درجال، ما شاء الله علي ابو حيدر معالي وزير الشباب والرياضه الكابتن عدنان درجال، شهر او شهرين فتح ملعبين كملهن، ملعب المدينة مدينة الصدر، واليوم ملعب الزوراء. مبروك لجماهير الزوراء، لكل الجماهير العراقية، هذا الافتتاح اليوم فرحة كبيرة، ونتمنى من الأندية الجماهيرية وكل أندية العراق أن تكمل ملاعبها، الطلبة والجوية والشرطة، حتى من خلال الملعب ينتج لنا لاعب، ينتج لنا دوري قوي. مبروك لكم، مبروك للكبير نبيل طارق الصديق والأخ العزيز، وشكرا لقناة وطن، ومبروك لوطن سبورت.